أهلا وسهلا بكم في قناة عالم الفن لأخبار الفن والفنانين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. فاجأت الممثلة السورية رنا الأبيض متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام بتقديمها التهنئة لزوجها وائل دباس بعد عقد خطوبته على شيرين عقاد. وتبنت الفنانة السورية رنا الأبيض تدوين نشرها أحد المواقع الإلكترونية، والتي قدمت من خلالها التهنئة لزوجها الحالي وائل دباس بعد إقدامه على عقد خطوبته سرا. ولم تتحمل الممثلة السورية رنا الأبيض أن تبقي الأمر سرا، ونقلت ما حدث بينها وبين زوجها وائل دباس إلى السوشيال ميديا والمواقع الفنية خلال اليومين الماضيين. وفي خضم كل تلك الأحداث، أغرب ما حصل هو ردة الفعل الغير متوقعة من الفنانة السورية رنا الأبيض تجاه خطبة زوجها من فتاة أخرى. وقامت الفنانة رنا الأبيض بنشر صورة عبر حسابها على موقع انستغرام تتضمن خبر عقد قران زوجها الحالي وائل دباس على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى شيرين عقاد. وأكدت الفنانة رنا الأبيض أنها ستتقدم بدعوى التفريق ضد زوجها بعد زواج دام 13 عاما دون إنجاب أطفال لأسباب صحية تتعلق بزوجها، مشيرة إلى أنها صبرت وتحملت كل تلك السنين وتفاجأت بالنهاية بأنه ارتبط سرا بفتاة أخرى. وبهذا الإطار تداول نشطاء السوشيال ميديا محادثة موثقة عبر الواتساب نسبوها إلى الفنانة رنا الأبيض وخطيب زوجها شيرين عقاد. وتوضح المحادثة الحوار الذي دار بينهما حين تسأل الفنانة رنا الأبيض خطيب زوجها شيرين عقاد عن حقيقة خطوبتها بالفعل من زوجها وائل دباس. وتبوح لها بأن زوجها استدان منها الأموال وتطلب مساعدتها لاسترجاع أموالها منه، كما طلبت منها مساعدتها بالحصول على الطلاق، إلا أن الأخيرة لا تتجاوب معها وفق المحادثة المنشورة والمنسوبة لهما. ويشار إلى أن الفنانة رنا الأبيض لديها طفل يدعى يوشع من زواجها الأول من رجل الأعمال عصام طوغلي. وإذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.